اعزائي المشاهدين في كل بيت، اعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، وربنا ما يقطع علينا عاده ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني. ضيفنا الليله يا اخواننا من اكبر معلمين البنجو في السودان. ايوه يا اخواننا، من اكبر المعلمين للبنجو في السودان. هو كان السبب يا اخواننا في ارتفاع البنجو في الايام الاخيره. الزول بيصحى الصباح بيصطبح براس بنجو، بيفطر ببنجو، بيتغدى ببنجو، بيتعشى كمان ببنجو، وبيسحر يا اخواننا ببنجو.